اليوم نحن موجودين بديرما ليزر مطايلب. رح نكون اليوم عم نتعرف على كتار السيرفيسز الموجودين هون، من ضمنهم سليمينج، ليزر وفيشل. أول شيء أكيد بدي رحب إليزا سماحة أونر ديرما ليزر. ثانك يو على هالاستضافة الكتير حلوة. أهلا وسهلا فيكم وتحية للأو تي في ولإلك ريتا. ميرسي. إليزا، إذا بدنا نحكي عن ديرما ليزر أكثر، خبرينا قد إيه إلكم فاتحين؟ نحن صار لنا 3 سنين، بلشنا بليزر هير ريموفل. عندنا الماشين اللي هي بين فري وبتستعمل كولينج سيستم وما فيها وجع ابدا، واكيد نتيجه مضمونه. وبعدين وسعنا، هلا صرنا بالفيشل كير، صار عندنا كمان سليمينج، فيزيوثيرابي، دايتيشنست، وكمان كاربون ليزر. يعني عم نزيد شوي شوي. اذا بدنا نحكي عن الفيشل، عندك كذا شيء فيك تعمليه ضمن الفيشل. مظبوط، نحن بالفيشل كير عندنا هايدرا فيشل، نستعمل برودويات من بولندا كتير مرتبة، تعطيك الجلو ومنعالج حسب السكين تايب. وعندنا كمان المايكرو نيدلينج اللي بيساعد يجدد الكولاجين بالجلدة، وعندنا كمان كاربون بيل اللي هو بيعمل وايتنينج للسكين ولكل شيء بيجمنتيشن بيجي من الشمس. إليزا، حكينا عن الليزر وحكينا عن الفيشل، بدنا نحكي هلا أكثر عن السليمينج. نحن بسليمينج ديبارتمنت عندنا 2 ماشينز، وحده بتعمل ماسل ستيموليشن، هي بتشد الجلده بس تضعف المدام او المسيو، وعندنا كمان الفات كافيتيشن يلي بدوب الشحم الجواني، يعني الفيسرال فات. وهنا لازم نكون عم نعمل اكزرسيس معهم اما لا؟ هلا هو بكفي تعمل دايت وتلتزم بالريكومندد سيشنز يلي نحن بنعطيها عاده. وفيكي تعملي مادارو ثيرابي مع مساج معه، هي اللي بتمشي السيلوليت، بتفككهم من محلهم. هي مانوال مساج صح؟ يس مزبوط. وكتير ترندي هالفترة عم نشوفها. يس ات از، نحن ريسنتلي زدناها على اور سيرفيسز وكتير مبسوطين فيها العالم. واللي لفتني عندك انه مع السليمينج سيشنز اللي بتعملون في دايتيشن عم بتكون عم بتتابع كل كيس تتقلها شو الدايت اللي لازم تكون عم تعمله تا تضعف وتاخد ريزلت اسرع. مظبوط، نحن بنعطي مونثلي باكج، بتجي بتشوفهم مرتين بالشهر الدايتيشنست، وبنعطي ويكلي سيشنز لازم تعملهم المدام تتوصل على التارجت ويت تبعها. هلا رح نبلش بالليزر، كيف بصير البروسيجر عادة؟ نحن عادة بنعمل كونسلتيشن لزبونة قبل ما تبلش ليزر، بنشوف وضع الصحة ونتوقع تقريبا قد ايه بدها جلسات واي نوع شعرها. نحن الماشين اللي عندنا بتقرا حتى الجلد السمراء وكل انواع الشعر، والحلو فيها انه ما فيها ابدا وجع، وبنعمل جلسة كل 40 يوم. بس نحكي على البشرة السمراء، يعني حتى بالصيفية فيهم يعملوا ليزر؟ يس مزبوط اكيد، بس ما لازم تكون محروقة او عم بتقشر الجلدة. We'll be right back.
صرت عاملة أنا 4 جلسات بديرما ليزر، أكثر من نص الشعر صاروا رايحين ونتيجة كتير بيرفكت، وأكيد بنصحكم إنه تجوا لأنه رح تكونوا كتير مبسوطين بالريزلت. هالماشين هي اللي بتعمل muscle stimulation، فينا نستعملها للتضعيف وفينا نستعملها للأشخاص اللي بدهم يعملوا شيب أو يكبروا عضلاتهم، يعني مش بس اللي بده يضعف. إليزا نحن هلأ بديبارتمنت الفاشن، بس قبل في سؤال محيرني من أول الحلقة، ليه وين ما روح في بيربل؟ هو البيربل ايدنتيتي تبعنا، بيعطي ترانكيليتي وبيرتاح الواحد بس يجي لعنا. أوكي هلأ رح نبلش نحن بالفاشن، شو رح نكون عم نعمل اليوم؟ اليوم عم نعمل له هايدرا فاشل، يلي هو بيتضمن أكيد كلينينج، بيلينج حسب نوع البشرة، ديرما ابريجن بنشيل كل الجلد الميت، واكيد في بلاك هيد ريموفل، وبعدين بنحط الماسكات اللي بحاجه لها بشرتها. اليزا ضمن الهايدرا فيشل في كذا باكج، شو الفرق بيناتهم وشو هن؟ في عندنا الهايدرا فيشل يلي بيهتم بالبشره الجافه، البشره اللي عندها اكناء، اللي بده يخفف تجاعيد، هذا الشيء كثير مهم، يعني مره بالشهر الست تعمله لتحافظ على الجلو تبعه. عنا المايكرو نيدلينج يلي بيساعد كل الأشياء القديمة، يعني الأكنة القديم، السكارز اللي عنده ملازمة قديمة بده يجدد بشرته، بيساعد يقوي الكولاجين بالجلدة. وعنا كمان الكربون بيل يلي هو بيشتغل على البيجمنتيشن وبيبيض البشرة، حتى فينا نستعمله للمحلات الأنتيم بجسم المرأة.
ليزا بنهاية حلقتنا لليوم شو بتنصحي كل شخص عم بتابعنا هلأ من بيته؟ أنا بنصح كل ست توثق بديرما ليزر and do your skin a favor. إليزا تانكيو على هالاستضافة، كتير انبسطنا وكتير أخذنا معلومات جديدة، وأنا أكيد بدي أقول للمشاهدين إن شاء الله يكونوا استمتعوا بحلقتنا لليوم، وينطرونا جمعة الجاي بحلقة جديدة. باي. We'll be right back.